أنا مريم فرجاني، متحصصة على ماجستير في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، تخصص كنترول، وبكالوريوس باور من قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة قرن يونس. لي خبرة في العمل في الشركة العامة الكهربائية أكثر من 8 سنوات، وبعدها التحقت لاتجهت العمل الدولي، اشتغلت مع المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وأيضا منظمة ميدينيك التابعة للاتحاد الأوروبي. قمت بالعديد من الدراسات الإقليمية والدولية والعالمية بما يخص بلدي ليبيا وأيضا دول أخرى. من أهم التحديات اللي واجهتها خلال عملي هو أن ليبيا للأسف ما زالت شوية متأخرة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وهذا اللي أنا نشتغل عليه، وهذه الصورة اللي حاولت نقلها لصناع القرار بالحقيقة كانوا متعاونين معي، ويعني نحاول نديروا مشاريع في ليبيا لإيجاد حلول لقطاعات الكهرباء المستمرة، وأيضا لتطوير قطاع الكهرباء في ليبيا بالتوجه لمشاريع طاقات متجددة كفاءة الطاقة، وممكن في المستقبل شبكات ذكية، ليش لا؟ الحقيقة عندنا العديد من الخبرات الممتازة، وعندنا موارد ربي نعم علينا بها من الشمس والرياح، يجب علينا استغلالها يعني، وهذا هو سبب اهتمامي بالمجال هذا. رسالتي لكل مرأة ليبية: أؤمني بنفسك، ثقي بقدراتك، تقدر تحقق كل أحلامك بدون شك، وممكن المرأة الليبية تكون في الطليعة مقارنة بأي دول أخرى، ممكن توصلي لأعلى المراتب، وممكن تحققي أكبر النجاحات. أؤمني بنفسك، شوفي للغير في نجاحاته، ولكن أؤمني بقدراتك أنك تحققي حاجة أنت تحققيها مش غيرك.